السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع بهذا السؤال الجديد. فهذا السؤال طالب من عندي الاكس بار والواي بار، او مو بار اللي هو شخطة سميناه. اوكي، فعرفنا انه بالبداية الجسم اول شيء استخرج الدي واي والدي اكس. فمثلا الدي واي هي المسافة، هاي فقط تذكير، المسافة من سنتر الشكل المنفرد الى محور واي، والدي اكس المسافة من سنتر الشكل المنفرد الى محور اكس. فبالبداية خلينا اقوم بايجاد دي واي. قبل لا اوجد دي واي كون اقسم الشكل. فمثلا هسه حاليا هذا الشكل، خلينا نسمي هذا الشكل رقم واحد. المستطيل هذا كله بكبره شكل رقم اثنين، تمام. الداء هذا، اسف، خلينا لا مو اسميه جيه، سمي هذا اللي هي المستطيل هذا شكل رقم اثنين، مستطيل كله شكل بكبرة ثلاثة، وهذا خلنا نسميها أربعة، تمام. فأحدد الأشكال ما بيها، فعدي أربع أشكال بهذا الجسم. الشكل الأول المثلث، المستطيل هسا هذا اللي جاي يشوفونه، الدائرة نص دائرة نفس ما جاي يشوفونه، والمستطيل هذا كله بشكل كامل، كله بشكل كامل. فهسا حاليا فخلينا أحدد البداية. الأول انا اريد استخرج الدي واي، المسافه من سنتر الشكل. فاذا تلاحظون هذا الدي واي، الدي واي نفس ما تعرفون المسافه من سنتر الشكل الى محور واي. فانتم اذا تشوفون الحركه كلها جاي يصير بالدي واي حركه افقيه، فكلنا نهتم بعرض الشكل، كلنا نهتم بعرض الشكل. فهذا كملاحظه لكم. فهسه حاليا بدال المثلث نهتم بعرضه، وين السنتر مالته اذا بعرض الشكل؟ هو وين يكون؟ يكون على بعد ثلث من عرض الشكل، على بعد ثلث من عرض الشكل. ايش قد يعني ثلث؟ على بعد واحد على ثلاثة من عرض الشكل. عرض الشكل هسه حاليا ايش قد؟ 50 زائد 10 60. 60 تقسيم 3 تساوي 20. فعرفنا هاي المسافة، هذا هو السنتر، وهاي المسافة 20. فالمسافة من هنا إلى أحمد إلى هذا المحور مال واي، تمام، مو اللي هنا، الى محور واي. فهسه هذا جد مقداره، مقداره جد، مقداره هاي المسافه معلومه، هاي المسافه كلها جد 120 زائد هاي المسافه 20. فعرفت مقدار الدي واي. فالدي واي 1، شوفوا شلون سهله السالفه، الدي واي 1 تساوي 120 زائد 20، فالدي واي 1 تساوي 140، فهسه الدي واي 2. فالباعون هذا الشيء، فخلينا امسحه على مود لا يخربطكم هذا الشيء. نعم، هسه هذا الشكل الثاني. العرض مالته كل شيء نهتم بالعرض بالديوان. العرض مالته 20، عرض مالته هذا 20، تمام. السنتر مالته وين يكون المستطيل؟ في المنتصف، اي يبعد منا 10 ومنا 10، لا بالنص، العشرين 10. فالمسافة منا لمن هذا السنتر لحد من؟ لاحظ الخط جد مقدارها، جد مقدارها. فبالنسبة لهاي المسافة، هاي المسافة ايضا معلومة، شلون؟ اللي عبارة عن 30 زاد هاي نصف القطر منها 30، زاد هاي نصف القطر منها 30، زاد هاي 20، هاي المسافة معلومة 20، زاد هاي 10. فالدي واي شفتوها شلون انقسمت؟ فعبارة عن 30 زائد 30 زائد 30 زائد 20 زائد 10. فالدي واي 2 تساوي ناس حاليا 30 زائد 30 زائد 30 زائد 20 زائد 10. فعرفنا طلعت لنا تساوي 120، تمام، اللي هو هذا، هي نفس حال تبعنا السنتر، اسف، اللي هو احنا نعرف المسافة من السنتر هاي اللي هنا هي 120، كذلك يعني من طريقة تقدروا تكتشفونها. فهسه خلينا نمسح مال هذا الشكل على مود لا يسبب لي ارباك معين بايجاد الاشكال البقية. هاي وجدنا مال هذا الشكل. هسه مال يا شكل هذا المستطيل كله بكبره،
المستطيل هذا كله بكبره هذا الشكل. هذا انا جاي اتعامل مع عرض فاحدد كله، لا عرض، عرض هذا 120، فمنا على 60، منا على 60 سنتر مالته هنا. مسافة منين الحد من الحد الحد من الى الى محور الشكل. فالدي واي 3 قد مقدارها بين 60. فشو لاحظتوا؟ فالسالفة بسيطة وسهلة. فهسه نكملنا الشكل الأخير، سنتر مالته بعد هو مال الدائرة، سنتر مالته هو هنا أنا بالمنتصف، العرض مالته 30، فسنتر مالته هنا بالمنتصف. هاي بالنسبة إلى العرض أقول بيه، تمام؟ فهذا جد يبعد منا لهنا من السنتر لهنا 30 منا و30 منا هي 60. فدي واي 3 تساوي أيضا 60. فهسه وجدتهن. فأنا هسه حاليا من قمت بإيجاده أقدر أقوم بإيجاد الأكسبر، الأكسبر أقدر أقوم بإيجاد الأكسبر بشكل سهل وبسيط. شلون؟ هو القانون مال الأكسبر هو شنو؟ مساحة الشكل كل واحد مساحته ضربه بالدي مالته قسمة على المساحة. فباعوا الشكل الأول يجي مساحته نصف القاعدة في الارتفاع، نصف القاعدة يجد 60، قاعدة هاي مالته قاعدة 60 بعلة. الارتفاع الطول مالته اشقد؟ 140 زائد 40 زائد 20. في الدي مالته، الدي مالته اشقد؟ الدي مالته 140. بعد اعبر، لا هل هذا الشكل موجب او سالب؟ هذا الشكل موجب. ليش موجب؟ لان هو شكل خارجي، يعني مو فتحة صايرة بالجسم. الفتحات الصايرات بالجسم هذا، هاي فتحة بالجسم، هاي فتحة بالجسم، باعوله فتحة صايرة بالجسم. فأنا تعاملت مع مثلث هذا كله بكبره، تمام؟ فهذا موجب. الشكل الثاني، الشكل الثاني فتحة صاير بالجسم، فأخلي سالب وأجي أكتب الطول مالته، العرض مالته 20، الطول مالته جد، الطول مالته 40. ناس ما جاي تلاحظون في المسافة مالته، المسافة مالته جد، جد المسافة مالته 120، هذا في 120. بعد هذا، هذا أيضا شكل خارجي زائد الطول مالته 100، قبل شوي هذا 100 حسبناها، العرض مالته 120، الدي مالته جد، دي مالته 60. بعد هذا الشكل داخلي صاير إنه فتحة صايرة بالجسم، يعني هي فد نقص بالجسم، فهسه شنو سالب. فانه نقوله باي على 2 في 30 تربيع في المسافة مالته دي، ايش قد مقدارها دي المسافة مالته؟ 60. تقسيم المساحة، فاذا تلاحظون هنا باللون الاسود خليت انه مساحات، فيعني ماكو اشكال انه هذا انه انقلهن نفس البجوة، لان هنا اما مساحة انقلهن هي واشارته، يعني هاي اشارته موجب انتقلته، هاي اشارته سالب، فسالب 20 في 40 زائد 100 في 20، يعني نفس الاشارة انقله هنا اشارته موجب، ناقصا باي على 2 في 30 تربيع. فراح اقدر استخرج الاكس شخطة اللي راح استخرج الكمية حسب الحاسبة، فراح يطلع لكم الناتج 75 ملم. فلاحظوا على الناتج 75 ملم. كملنا، هاي بالنسبة للإكس. بالنسبة للواي، بالنسبة للواي تمام، هسه هنا إذا تلاحظون فهذا بالنسبة للواي آخذ اللي هي المسافات دي إكس، بالنسبة للواي آخذ المسافات دي إكس، تمام. ف
هنا لاحظوا هذا الشيء. الدي اكس هي شنو؟ المسافة من سنتر الشكل المنفرد إلى شنو؟ من سنتر الشكل المنفرد لحد من؟ إلى إلى هذا، إلى المحور اكس. فهنا أنا راح أسوي أشتغله، لكن بس راح أمسح هذا على مود تكونوا شكل ببعض. تمام. لاحظوا هذا الشكل هسه حاليا، نفس ما قسمنا بالساعة المثلث بوحده. اوكي قسمنا، هسه جاي اخذ واي بار. الواي بار بي دي اكس، الدي اكس هي المسافة من سنتر شكل لحد من؟ الى محور اكس. فكل هي المسافات عمودية، كل هي المسافات عمودية. اذا مسافات عمودية تحامل مع شنو؟ مع الطول، مع طول الشكل، كل اطوال تحامل معها. تمام. فهسه حاليا هنا هذا المثلث هنا، حلو، هنا السنتر معناته. السنتر انتم اذا تتذكرون ايضا 1/3 بالمثلث، لكن 1/3 هسه من طول الشكل، لان راح اتعامل مع اطوال. طول 40 ب 40 ب 20 100، ف 100 تقسيم 3، 100 تقسيم 3 جت تطلع 100، راح تطلع 33.3. هاي المسافه 33.3. تمام. فعرفنا هسه حاليا نسجد الدي اكس 33.3. ليش؟ لان وصلت للمحور مع الاكس. هسه الشكل الثاني نفس ما جاي تلاحظون، امسح الشكل الاول عاود لا يخربط عليكم. تمام. الشكل الثاني يا هو هذا الشكل الثاني مال المستطيل. هذا السنتر مالته وين؟ في المنتصف. فهذا جد طوله نصه، طوله 40، فنصه منا 20 ومنا 20، فهذا. تمام. فهنا المسافة من هنا إلى محور إكس، فايش قد مقدارها؟ 20 من هنا زائد هاي المسافة، هاي المسافة ايش قد؟ هي 20 إذا تلاحظون. هاي المسافة ايش قد؟ 20 إذا تلاحظون. فالدي إكس 2 20 زائد 20، فالدي إكس 2 تساوي 40. فنفس ما لاحظتوا استخرجنا هنا اهم شيء هذا المسافات. طبعا استخرجت صحيح كملت. بعد الشكل المستطيل كله بشكل كامل، هذا الشكل كله هذا كله بشكل مستطيل، هذا الشكل المستطيل شلون استخرج له؟ هاي شيء، هذا بالبداية انا جاي اتعامل مع اطوال كله طول، فوين؟ بالنص 40، هذا 100، فنصها منا 50 ونصها منا 50، فالسنتر مالته هنا الطول منا لهنا اللي هي هاي دي اكس، فهي اللي يزيد مقدارها، فبينت هي بين 50، فدي اكس 3 تساوي 50. نمسح هذا الامور، نتعامل مع الدائرة. الدائرة وين؟ السنتر مالتها اذا بشكل طولي، هي جايبها على بشكل طولي، سنتر بالتها يبتعد منا 4r/3y. يعني هسه انتم احد منكم يسأل يقول شلون قبل شوية سنتر بالتها انتصف، راح اقول له اوكي باعوا لي هاي هنا اذا بشكل طولي اللي هو واي شخطة، شلون تبتعد 4r/3y. اذا بشكل عرضي تكون في المنتصف باعوا له، فمنا r/r. تمام. نصف القطر نصف القطر. فهاي فقط تنبيه لكم. فإذا تلاحظون فهنا 4r/3y، فبينت اللي هنا دي اكس 4 تساوي 4 في ار جد مالتها 30/3y، فدي اكس 4 راح تطلع لها قيمة 4 في 30 3y، راح تطلع 12.7 3. فهذا المقادير مالتهن. فهسه حاليا الواي بار كل شكل المساحة مالته في من؟ في المسافة. فباعوا له هي تقريبا نفس هذا كله،
يعني ترى العلم الفرق بين الاكس بار والواي بار هي فقط قيمة الدي المسافة. هذا استخدم لها دي اكس واي استخدم لها دي واي. يعني هذا اقدر انه اغيرها فقط اخلي الدي مالتها الدي مالتها مع الشكل. يعني هاي لان الفرق بيناتهم هي فقط الدي المساحة هي ثابتة. هاي مساحة 120 في 100 هذا ايضا مساحة 120 يعني المساحة مو متغيرة مساحة ثابتة لكن الدي متغيرة. هاي بقى 33 قبل شوية جت 140 فالدي هي المتغير فأقدر إنه أخذه كنفس الشيء فسأغير الدي مالتها وانت 3 هاي 40 هاي مالتها 50 3 مالتها 12.73 راح تطلع قيمتها لو ما جاي تلاحظون 51 ملم راح تطلع هسه إذا تطبقون هذا راح يطلع لكم 51 ملم. فهو هذا شرح السؤال. بعد نشوف السؤال الأخير لو ما جاي تلاحظون شوف السؤال الأخير. فهذا السؤال الأخير نشوفه ونحله كالآتي. فمثلا هسه هذا السؤال عندكم فخلينا نقسمه إلى أشكال معينة. أول شيء خلينا نقسمه شكل بالبداية هذا خلينا نقوله هذا مستطيل هذا دائرة بشكل كامل وهاي نصف دائرة إذا تلاحظونه هاي نصف دائرة يعني أنا قاعد أخطط له وهذا مثلث. فأنا هسه هذا مبين راح يتقسم إلى خمس أشكال. هذا شكل اللي هي المستطيل هذا الشكل الدائرة هي شكل نصف الدائرة هي شكل هاي نصف الدائرة هي شكل المثلث هو شكل. فاحنا عرفنا شلون نقسم تمام عرفنا هسه حاليا شلون نقسم. فمثلا هنا نقسم قسم المثلث هو الواحد المستطيل اوكي. فهسه مثلا المثلث هو الواحد اسف المثلث هسه هو الواحد خلينا نوجد بالبداية الدي واي له. فلاحظوا على هذا الشكل الدي واي هي مسافة افقية اي العرض مالت الشكل جاي تمشي مسافة افقية فكل شيء اهتم بعرض الشكل فكل شيء اهتم بالعرض اوكي. فخلي تكون عن بالكم اي هنا تبتعد ثلث العرض مالتها زياد فاللي زياد مقداره يبتعد ثلث فمقداره 120 120 على 3 العرض مالتها 120 على 3 زياد 120 على 3 120 تقسيم 3 راح تطلع 40. فعرفنا هسه حاليا الدي واي 1 تساوي 40. الشكل الثاني مستطيل العرض مالته زياد هذا المستطيل ايضا تمام السنتر مالته من منتصف العرض 120 فهو نص ال 120 زياد 120 تقسيم 2 60 فدي واي 2 تساوي 60 نفس ما جاي تلاحظون. الشكل الثالث هاي دائرة بشكل كامل هذا انا بالعرض السنتر مالتها وين بالنص زياد تبتعد منا لهنا تبتعد منا لهنا مبينه هي مبينه هنا انا 40 ومنا انا 20 شلون عرفت 20 شلون عرفت 20 يعني هذا فقط كتوضيح 10 40 ناقصا 60 فهاي المقدار على طول 20 20 20 هذا على طول 20 تمام. فهنا انا 20 فهذا 40 ومنا انا 20 هذا 60 الدي واي 3 تساوي 60 الدي واي 4 اللي هو هذا مال هذا كله وين سته مالته ايضا بالمنتصف هاي اذا اخذها بشكل عرض زيد هاي المسافه من لها هم قلنا 60 قبل شوي تمام هاي 60 فقدرت استخرج الدي واي 1 دي واي 2 دي واي تمام استخرجتين كذا. فهسه اقدر استخرج الاكس بار فشوفوا السالفه قد بسيطه وسهله. هنا اذا تلاحظون هذا الشيء إذا تلاحظون هذا الشيء اللي هنا على هذا هاي هنا الدائرة هسه هاي حاليا وهاي اللي هنا النصف دائرة حلو. فالسالفة وما بيها هسه حاليا هاي خليت لكم إياه بلون أصفر عود يدلل لكم
انه تكون كدلالة لكم هسه حاليا تشوفونها انه هذا هو اللي راح يبقى، يعني هو هذا الشكل الاصلي، وهاي فتحة بالجسم، هاي فتحة في الجسم، فتحة في الجسم. حلو، فخليت لكم اياها هنا. فهسه حاليا هنا هذا شكل اصلي، فالمساحة نصف القاعدة، القاعدة مالت الجد 120، في الارتفاع 60، هاي المساحة، في المسافة مالته في 40. فهسه زاد او ناقص؟ زاد، لان الشكل الاصلي هسه حاليا هذا اصلا زاد. فالمساحة مالت الطول العرض هذا الطول مالته 80، فهاي في المسافة مالته. بعد هاي هي الفتحة، فهاي ناقص، فناقص هسه حاليا هنا فباي ار تربيع الار جيد مقدارها 40، نصف القطر مالتها اذا تلاحظونها 40 تربيع في 60 اذا تلاحظون، تمام. بعد هسه هاي الدائرة، هاي الدائرة من ضمن الشكل، ف شنو تصير؟ زائد باي على 2 في 60، اسف، باي على 2، فخلنا نقرب هذا الشكل، باي على 2 في 120، اسف، 120، نصف القطر مالتها ايش قد؟ هاي 60 في 60 تربيع في ايش قد؟ في المسافة مالتها هاي 60 على المساحة، المساحة هذا اللي شفتوه اللي خليت لكم اياه، يعني ننقل نفسه نصف هي واشارات، اشارة موجب نقلته، اشارة سالب نقلته، زائد باي على 2 في 60، فراح يطلع لكم الناتج هسه هنا اذا تلاحظون، راح يطلع لكم الناتج 54.8 اذا تطبقون. فأمر كل جدا جدا سهل هو السنترويد، يعني من الأمور جدا سهلة وبسيطة وما تشكل أي صعوبة بالجسم هو السنترويد. فهسه خلنا ناخذ انه هسه هذا الشكل حلينا اللي هو الأكس بار اللي هي تعتد على الدي واي، خلنا ناخذ، لا نقول لا، خلينا وين الشكل، هذا الشكل، ف لو ناسخين البداية اوكي ماكو اشكال، هذا الشكل بعلى، خلينا ناخذ عليه بن نرسم لنا الشكل وناخذه ماكو اشكال، على مود يصير انه بصفحة وبعد، خلنا نمسح هذا من الامور. هذا ما يفيد، هذا مثلا هسه هذا مثلا، بس خلينا نمسح هذين الامور، تمام. هسه من مسحنا هذين الامور، خلينا نرجع نظلل على مود يكون عندكم، تمام. فلاحظوا لي هذا الشكل، فهسه حاليا نريد نوجد دي اكس اللي هي المسافة من سنتر الشكل لحد من المحور اكس، فاللي هي مسافات عمودية، تمام. فاهتم كله بطول الشكل، فهنا الطول مالته 60، فانا اذا اريد اوصلها الى محور خلال، ف 60 60 تقسيم 3 لان ثلث يبتعد، ف دي واي 1 60 تقسيم 3 20، دي واي 2 هسه هنا هذا الشكل هنا مستطيل، لكن انا ما اكتب دي واي، ها اسف، هنا ما اكتب دي واي واتركتها هي 20، لكن اشارتها هسه حاليا هي وين؟ هي بيا جزء بجزء الواي السالب، هاي حركة عمودية تعتمد على المحور مالته، المحور مالته وين؟ باتجاه هذا الاكس، هذا الواي الموجب، هذا الواي سهل، هذا حركتها اتجاه عمودي، تمام. فتعتمد على المحاور مالت من
مال واي، فهذا بيتجاهل واي السالب، فهاي سالب 20. فانت اول هاي السالفه سالب 20، ف دي واي 2 هنا اللي هي 80 تقسيم 2 40. فالامر بسيط واضح. دي واي 3 هي هنا السنتر مالتها، هذا الدائره كلها، الدائره السنتر مالتها وين؟ في المنتصف هنا. فالمسافه من هنا لهنا زيد، من هنا لهنا هو يطير 80 80. بعد نص ربع الدائرة هاي، أو نصف الدائرة هاي، هاي نصف الدائرة سادة تلاحظونه، هاي على كل هاي إنه هاي المقدار، هذا نصف الدائرة اللي هنا. وين السنتر مالتها إذا بشكل طولي؟ قلنا يبعد عن هذا النقطة اللي هي 4r على 3y، يعني هيك شي يبتعد من هنا 4r على 3y. فهسه إذا نريد نحسبها دي واي 4 4 الار مالتها جاي 63 في باي زائدا 80، عاود اوصلها على محور، الى محور هنا اسف كاتب لكم اياها دي واي، هي دي اكس، لان جاي وصل المحور اكس في دي اكس. تمام. فاذا تلاحظون فكل هذا الاشارات موجب لان باتجاه الواي الموجب، لان اتجاه عمودي وهذا باتجاه العمودي الموجب. فهنا على دي اكس راح تطلع لي 4 في 60 على 3 في واي، راح تطلع لكم دي اكس 4 تساوي لنا 105 بايت 5. تمام. 105. المساحات متساوية، المساحات سالفتهن اوكي، يعني كلهن نفس المساحات، يعني ما احتاج اكتب المساحة كل ساعة بشكل مرة، كل ساعة عيد المساحة والمساحة، فهي نفسها فقط تتغير سالفة، فقط تتغير الأبعاد. فهي هنا واي، فقط هاي تتغير الأبعاد. فهنا الدي اكس 1 زياد مقدارها سالب 20، فمضروبة في سالب 20. دي اكس 40 في 40، 80 في 80، 100 في 105، فراح تقوموا بإيجاد الواي بار، واللي راح تطلع لكم مقدارها نفس ما جاي تشوفون وعلى هنا 36.6 راح تطلع لكم. فهو هذا حل السؤال بشكل كامل وأمور بسيطة، بس عليكم إنه أنتم تحاولون تطبقون بإيديكم، ترسمون نفس ما كده يشوفون الرسومات، تحاولون توضحون، تحفظون مكان السنترويدات. تمام. أو هو تجيكم مرقى إنه مكان السنترويد. فلهنا خلصت المحاضرة وخلصنا السنترويد بشكل كامل. إن شاء الله المحاضرة الجاية راح نطب بالمومنت أوف إنيرشيا عزم القصور الذاتي.